السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب صباح الخير. مباراة الاتحاد والطائي، الجولة 28، وراح تكون مباراة مهمة، مباراة لازم نجيب فيها 3 نقاط، مباراة راح تحدد مصيرك في المباريات المتبقية مع الاتفاق والباطن، مباراة بتشكيلة جديدة في ظل غياب قروهي وروما بسبب الكرت، وسمعنا أقاويل أو أتناولوها في السوشيال ميديا والقنوات الرياضية وغيرها على عدم مشاركة حمد الله أو عبد الرازق حمد الله كورونادو، أو ممكن مشاركتهم الشوط الثاني، وأنا متأكدة عبد الرازق حمد الله ما راح يضيع الفرصة أن يشارك مع فريق الاتحاد ضد الطائي. طيب احنا قلنا من بداية كلامنا ودائما بنكررها، خلصت مباراة الهلال وراحت بخيرها وشرها، وما هنبكي على كلاسيكو. يمكن الشيء الوحيد اللي مأثر فينا الصدمة. أنا بالنسبة لي مصدومة، أو كنت متوقعة تعادل، بس ما رفعت الليمت عندي إنه الفريق هيفوز والفريق هيطلع بال3 نقاط. وأنا قلت من البداية وفي قناتي تقدروا ترجعوا لها انه الهلال ما هيواجهك نفس طريقة مواجهة الفيحة ابدا، بالعكس شفنا دياز دخل بكل العناصر الاساسية، ولكن انت عندك الان مواجهة غير، عندك مواجهة مع سيرا وكوزمين كونترا. واحنا عارفين انه سيرا عارف البيت الاتحادي وعارف بعض لاعبين الاتحاد كيف طريقة لعبهم، وما نقدر ننكر هذا الشيء. وسيرا مو زي كاريلي دفاع فقط أو لعب فردي، لا، سيرا كان عنده لعب لعب الجماعي، وكان عنده أيضا الهجوم. سيرا كان يتميز بالهجوم، كان شجاع في طريقة الهجوم، كان دائما لعبه هجوم وليس دفاع، هو منظم الخط الدفاعي، ولكن كان عنده الهجوم في المباريات وعنده الجراءة. كوزمين كونترا مثل سيرا، وأنا قلت بعد كده لا نقلل من قيمة أي فريق أبدا، بالذات الوسطى ومؤخرة الترتيب بتبان عناصرهم الأجانب والمحليين في مباريات مثل الاتحاد، الهلال، النصر، الأهلي، بتبان قوتهم وتبان لعبتهم، وفجأة يتغيروا 180 درجة. عشان كده صعب انه انت تجلس كل شوية تقلل من قيمة اي نادي وتنصدم. الطاي اتعادل 3 مباريات وفاز 3 مباريات. المباريات اللي اتعادل فيها او فاز فيها اللي هي مع الرائد والشباب والفتح، وخسر أمام الأهلي أتوقع،
والهلال، الأهلي والهلال والنصر. أيوه حلو حلو. طيب احنا من زمان بنقول نفسنا نشوف كورونادو خلف حمد الله، وهنشوف كيف التشكيلة هتمشي، ودائما بنقول انه المدرب مو قادر يوظف الثلاثة مع بعض او ورط فيهم، ولكن اذا شارك حمد الله وكورونادو راح نشوف طريقة اللعب هل هي هتتحسن او وجود روما مهم. هذا اللي احنا حابين نعرفه. طبعا حابة اتكلم عن جزئية جروهي. جروهي لحد الان ما تأكدنا من مشاركته، وشفنا الحارس الوحيميت راح مع البعثة، بعثة الاتحاد. هل انت تقدر تقول انه غير متمكن، انه كيف تعتمد عليه، او عندك حراس ما بيشاركوا ابدا، حراس جالسين الله اعلم، يمكن عنده خبرة وثقة ودراية اكثر من ركان النجار، الله اعلم. احنا ما نبغى نقول اوكي، نقول الله اعلم، ولكن ممكن بخبرته مع الناصر وسنه كمان يفوق ركان النجار والمرمش، ممكن يكون عنده ثقة أكثر بنفسه وبقدراته ويشيل مكان جروهي. وإحنا عارفين إنه 50% أو 55% خسارتنا مع الهلال بسبب جروهي. ليش؟ يقولوا لي تعتمدين على الحارس. لا، احنا مو معتمدين على الحارس، عندنا نجوم كبار بيلعب ويقدم مباراة حلوة، ولكن ايش الفايدة انه انا اجتهد والعب واجيب اهداف وعندي الخلف فاضي، انا خايف، انا مرتبك، انا مجهودي ضاع وهيغلبوني. ليه؟ لانه عندي الدفاع ابيض يا ورد والحارس غير موجود، كده كده مجهودي ضاع او مجهود الفريق. طيب طلبنا من ادارة الاتحاد، انا هتكلم عن الطاي والاتحاد، ولكن تعبنا من كتر ما نتكلم عن الفرق الصغيرة مؤخرة الترتيب، الفرق الوسطى مؤخرة الترتيب، الاتحاد، هنتكلم في أشياء معينة ممكن نحتاجها بعدين في الموسم القادم، ممكن نحتاجها بعد المباريات أو انتهاء الدوري. لازم من إدارة الاتحاد، ونتكلم في هذا الشيء، إنه جاهز لنا حارس بإمكانيات جروهي، لازم، لأنه فعلا في آخر مباريات انحطينا في موقف جدا صعب. الحارس يغيب 20 يوم، 25 يوم، الله أعلم، ولكن للاحتياط عشان ما ننحط في هذا الموقف، عندك 3 مباريات حاسمة عشان تحقق الدوري، والدوري في يد الاتحاد، ولكن بالتركيز، بالحضور الذهني، باللياقة، باحترام الخصم. لازم الإدارة تجهز حارس بديل لجروهي وبإمكانيات جروهي عشان ما نحط في مواقف زي كده ونجلس نقول لا، مين عندنا، مين هيشارك، إن شاء الله جروهي يقوم بالسلامة، طيب الإدارة، طيب المدرب ما طلب، طيب الجهاز الفني، طيب مدرب الحراس. الوقت
بيضيع علينا وإحنا جالسين نلطم ونلوم الإدارة والجهاز الفني وكذا وكذا، تعبنا. عندك فرق، عندها على الأقل عمالقة حارسين، هذا نصاب هذا بديل بنفس الإمكانيات بعض، لا خوف. حتى لو الدفاع عندك أبيض يا ورد. طيب نرجع لمباراتنا، إحنا زعلنا وانشحنا وتكلمنا، وأنا من ضمن اللي تكلموا عن زياد وانتقدت زياد وزعلت من زياد وزودها زياد ولازم يتعاقب زياد، ولكن خلاص كانت في وقتها وراحت. ولكن مين عندك بديل مع حجازي؟ عندك اثنين هما في خلقتك، زياد عمر. إذا ما هو عمر زياد ما في، يعني عندك حلين ما في ثالث مع حجازي. وأتمنى إن شاء الله كمان اليوم يكون حجازي في مستوى أحسن وفي تشافي أحسن ويشيل الفريق أكثر، يعني ممكن يساعد الوحيميت أو لو كان ركان النجار. يمكن أول كان في سربعة أخذونا في حموتها، إصابة الحارس سببت ربكة، ضاع التركيز الذهني، أشياء كثير صارت في المباراة، أحداث والله ما كنت أتوقعها صارت مباراة الهلال، لكن خلاص صارت وانتهت صفحة وطويناها. أنت عندك 3 مباريات، الهلال عنده 3 مباريات، حاول تكسب النقاط وتتقدم عن الهلال. طيب بين عندي في الظهير عندي الشنقيتي أو مدلة وعندي حمدان. احنا نقول نتمنى حمدان يكون دفاع مع حجازي، ولكن لو جينا فكرنا فيها بالمنطق وبالعقل، أنا محتاجة حمدان في الظهير بجد. كان عندك مع حجازي زياد هوساوي الحافظ، عندك 3، ولكن من عندك أظهرة؟ مين؟ لا يوجد مدلة، واتوقع الزهراني. ممكن تكتبوا لي اسمه في التعليقات، ما يحضرني دحين اسمه لانه ما بنشوفه اساسا كثير. ليش انا محتاجه حمدان في الظهير؟ انا محتاجه حمدان علشان يفتح لي عرض الملعب، وعلشان تنوع الهجوم، وعلشان الاوفرات، يعني شوفوا 3 أشياء أنا محتاجاها من الأظهرة. طيب خطة كوزمين كونترا اللي دائما بيدخل فيها اللي هي 4-2-3-1، خلصنا من الخلف الدفاع والحارس، نجي في الوسط، مين هيكون بديل برونو هنريكي؟ هنريكي مين هيكون بديله؟ الناشري أو الجبري؟ وأنا أفضل الناشري، بما أنه المدرب كوزمين كونتر يقول ما يقدر يخلي الناشري أساسي مؤقتا، لازم يحتاج له شغل. بس أنت مضطر تخليه يشارك في هذه المباراة لأنه ما عندك بديل، وراح أقول لكم ليش ما قلت ما عندكم بديل. الناشري فيليبي، الناشري ثابت محور ثابت، وفيليبي محور هجومي متحرك. حلوين حلوين. نيجي لي الخط الأمامي، عندك البيشي عندك العبود، كده احنا تمام مع بعض. طيب لو ما شارك حمد الله كوروناتو
مين عندك؟ عندك هارون كامارا. طيب من خلف كامارا؟ برونو هنريكي يكون صانع. هذا اللي انا بشوفه، بما انه بنسمع انه حمد الله وكورونادو ما هيشاركوا او لن يشاركوا او في الشوط الثاني، الله اعلم. لحد الان ما نقدر نحكم لغايه ما نشوف مين اللاعبين اللي هينزلوا ارضيه الملعب، او ممكن تمويه للطاي، الله اعلم. ايضا هذا اللي انا اشوفه. عندكم حل تاني؟ اقتراحات تانية؟ تشكيلة تانية؟ بدلا تقدروا تشاركوا في التعليقات نسمعها. طيب الطاي او فريق الطاي عنده أجانب متميزين وعنده محليين متميزين، واللي يكسر هذا الشيء إنهم صغار في السن، يعني ما يتعدى عمر الواحد 22، بالكثير 26. عندهم السرعة. الطاي يمكن من الفرق القليلة اللي يكون دفاعها سيء وتنظيم دفاعها سيء، غير الفرق الثاني اللي هو زي الفيحاء، الفتح، الرائد، ضمك. هذول الفرق دائما الدفاع عندهم جدا قوي وكثيف ومنظم. يعني الفريق اللي حابب يخترق دفاع هذه الفرق لازم يكون عنده المهارات الفردية، او يكون الفريق عنده مهارات فردية عشان تقدر تخترق الدفاع، او كرات أرضية، لأن الكرات العرضية والكرات العالية ما يمشي معهم، مستحيل تمر. ولكن في الهجوم ممتازين. ليه؟ لأن لديهم المدرب سيرا. وصلت؟ وصلت. يمكن تقولوا بندري ليه ما عندك هذا الشغف وزي كل مرة؟ لأنه إصابة قروهي، تغيير التشكيلة، توقف روما، بنسمع كلام عدم مشاركة حمدان وكورونادو، بالشنقيتي أيام مباراة الهلال سمعنا إنه كان مصاب وما شارك في 3 تمارين. الوحيميد اللي عمرنا ما شفناه بس بنسمع اسمه. ركان النجار شفنا مستواه مع مباراة الهلال. ما تقدر تقول غير بالتوفيق لفريق الاتحاد، لأن والله مباراة صعبة. اللي مستسهلها والله أنت إنسان فاضي، وإنسان ما أخذ الأمور بسهالة، وإنسان ما في راسك دوري. فلا نستصعب المباريات، انت عندك 3 فرق كل واحد ارزل من الثاني. يعني لا تقول اوه دفاعهم سيء مرة حلو ضمن الدوري، لا يا عزيزي، انت عندك هجوم قوي في الطاي، يعني انت اللي دفاعك مرة مسكت، ما احنا شفنا في الهلال. ولكن نقول نتمنى انهم ياخذوا دروس من اخطائهم، ونتمنى ان يكون حجازي في جاهزيته 100% ان شاء الله. لسه عنده مشاركه مع المنتخب المصري، هذا الشيء احنا عارفينه. طيب لما يروح حجازي مشاركه في المنتخب المصري، لمتى نقعد ننتظر؟ متى يرجع حجازي؟ متى يرجع حجازي؟ طب انت كده مضطر ان يكون عندك دفاع قوي مع هوساوي والزياد عشان يضبطهم. او بندري السنة الجاية او الموسم الجاي هيكون في احمد شرحيلي. طيب اوكي، هل انت متأكد انه احمد شرحيلي راح يكون قد الثقة وراح يشيل الفريق و
وراح يكون دفاع ممتاز وياخذ اساسي دائما مع حجازي، ونشوف هوساوي عمر عمر هوساوي سوري وزياد دكة. لا نجلس نستعجل في الأمور بعدين ننصدم، هذه مشكلتكم، تستعجلوا في الأمور تسبقوا الحدث وبعدين تنصدموا وتناقضوا نفسكم، بعد ما تنصدموا تناقضوا نفسكم. احنا قلنا، احنا عملنا، احنا سوينا، احنا اوكي، ولكن رفعتم التوقعات عندكم، عشان كده انتم مصدومين. يعني نعتبر مباراة الهلال كانت لخبطة كده، خلطبيطة لخبطة، عدم استشفاء حجازي بالكامل، الشنقيتي كان مصاب وما دخل تمارين، إصابة جروهي، روما خد كارت أصفر، حمد الله ضيع فرصتين، هوساوي تسبب، ايش بين العمر هوساوي شكله لا يشارك اليوم، زياد تسبب في إصابة جروهي، ركان النجار بياكل رز مع الملائكة، يعني كل الأمور حتى الترتيبات اللي كان عاملها كوزمين كونترا تلخبطت. طيب ورجعت لكم تاني، أختكم بندري شاهين، وآسفة على الانقطاع. طيب مختصر كلامي كله اللي أنا تكلمت فيه للآن عن الاتحاد والطاي، المباراة اليوم لا هي محتاجة فزلكة ولا محتاجة نقاط مهمة نزيد على اللي احنا قلناه، قد ما هي محتاجة مسؤولية من اللاعبين، لأنه هذه المباراة مباراة تحديد مصير، يا إنك تفوز في المباراة وتضمن الدوري، يا إنك تكمل باقي المباريتين وصلى الله وبارك وسويت اللي علي. لا، لازم اللاعبين ياخذوا المباراة بجدية وبمرجلة، وزي ما وعدوا الأستاذ أنمار الحائلي إنه راح يعوضوا الخسارة وراح يكونوا أكثر جدية. يعني لازم اللاعبين يدخلوا باحترام الخصم وبالجدية في اللعب والتركيز الذهني الممتاز. يعني الشوط الأول لو قدرت تكسب هدف لفريقك، الشوط الثاني قادر بقوة وبعزيمة وبشجاعة وثقة أكثر تجيب الهدف الثاني في الشوط الثاني، ولكن لو جلست الشوط الأول من غير هدف وقلت راح أعوضه الشوط الثاني ومر علينا الوقت وما عمل الفريق أي شيء، في الدقائق الأخيرة جابوا الهدف الأول وجاب الطائي الهدف الأول وتعادلنا، انت كده خسرت الدوري لأنه الفرص ضاعت والوقت ضاع. ولكن لازم العزيمة وإحراز الهدف الأول الشوط الأول عشان تقدر الشوط الثاني تتقدم عن فريق الطاي بهدف ثاني.
ليه يا بندري قلتي هذا الكلام؟ قلت هذا الكلام علشان انت عندك مباراة الهلال وأبها، وممكن الهلال يفوز وياخد الـ3 نقاط. يعني خلاص فرق النقاط متساوي، فريق الهلال قاعد يدخل كل المباريات المتبقية بكل جدية وصرامة، تحكيم، ضربات جزاء، يتشقلبوا، يحققوا النقاط. أتمنى فريق الاتحاد يكون بهذه الجدية، ولا تركزوا مع أخطاء التحكيم. صدقوني لو ركزتوا يا فريق الاتحاد مع أخطاء التحكيم راح يكون عندكم التفكير الذهني بدأ يختفي شوية شوية مع الغضب والزعل والمشاحنات. لا تجعلوا من فريق الطاي أو اللاعبين يطلعوكم عن مود المباراة ويختلقوا المشاكل ويخليكم تعصبوا أو ترتكبوا أخطاء. أتمنى ما نشوف أخطاء عند منطقة الجزاء، أتمنى ما نشوف أخطاء فيها فاول ممكن يجيب علينا كرة ثابتة. أتمنى إذا حاولتوا الشوط الأول مرة واثنين وثلاثة وما قدرتوا توصلوا ل مرمى الطاي يكون عندكم التسديدات من خارج الـ18 مرة واثنين وثلاثة، صدقوني ممكن تزبط معاكم كرة أو كرتين. العرضيات مهمة، الأوفرات ما هتشوف خطورة حمد الله إلا في العرضيات لو دخل الشوط الثاني. لازم يكون في تنوع في الهجوم من الأظهرة ومساندة الوسط، لازم يكون في تبادل أدوار بين الأطراف. أتمنى لو شارك هارون كمار اليوم يعطي إضافة جيدة ويكون عنده ثقة وما يخاف أو يرتبك من فريق الطاي. أتمنى برونو هنريكي يساعد، ممكن نشوف تشكيلة غير ولكن أضافت رونق ثاني للمباراة، وممكن نشوف نفس التشكيلة، وممكن نشوف حمد الله كورونادو الشوط الثاني، الله أعلم. ولكن إحنا نكون جاهزين لأي شيء ممكن يكون ضدنا، هذا اللي أنا بتكلم عنه. لازم الإدارة والمدرب والجهاز الفني يكون عندهم بديل لأي خطة ممكن ما تنجح أو مفاجآت أو سبرايز في المباراة أو مجريات المباراة. لازم يكون في استعداد تام. وأتمنى أيضا التوفيق اليوم لفريق الاتحاد. والله فيني قلق وفيني توتر، وأملي بالله سبحانه وتعالى كبير أن يجبر بخاطرنا وناخد الدوري وناخد الـ3 نقاط وتعدي هذه المباريات على خير، ويكون اللاعبين في أتم الجاهزية. دعم اللاعبين معاكم من الآن لغاية وقت المباراة بالدعم والهاشتاجات ورفع الليمت للفريق انه قادرين تنتصروا، مو انه انتوا قادرين تجيبونا والطاي فريق كذا، لا لا لا، انه انتوا قادرين تجيبوها يا رجال وانتوا قدها، وان شاء الله المباراة تكون سهلة وان شاء الله نقدر نتعداها وان شاء الله نجيب هدف هذا هو. لكن في الجيب هذه بطلوكم منها، احنا اللي حطينا بعدها في الجيب. اتمنى يا رب التوفيق لفريق الاتحاد يا رب، ويعطيكم الف عافية وشكرا ليكم.